على بالكم الخوا كن شاء الله كان نفرح بزاف شلون نحس باللي الموعد تاعنا واليوم الموعد تاع اليوم هي انه جبت لكم واحد الطابلات رخيصه على بالكم باللي هضرنا على الطابلات الاولانيه افضل طابلات لبدايه السنه المدرسيه شابه بزاف على بالي بلي عجبتكم جبت لكم الطابلات الثانيه هذه راهي رخيصه اقل من 3 ملايين راهي دير حاليا في علي اكسبريس عند البائع تاعنا اللي حنشوفوه الان 26000 دينار هكذا الخوا هذه الطابلات هذه هي كم واجدين اوكي تال اوتي 11 اوتي كيما حنايا اسرى تاك عجب اسم تاعها عجبني بزاف المهم ما جبناهاش باسكو على جال هذيك الاوتي لا لا جبناها خاطرش راهي دير اقل من 3 ملايين مع مواصفات شابين حاجه لانه لازم تعرفوا الاولانيه هي انه راهي خفيفه وراهي رقيقه السمك تاعها 8 ملم شابه الخوا هكذا يلا شوفوا الانبوكسينغ تاعنا دوكا قبل نعرضكم نعم كيما العاده تروحوا لتحت تشتركوا في قناتنا قناه اسرتك دعمونا بلي لايك هذه اوبليجي لي لايك هكذا تحبوا القناه لايك تحبوا واش راكم تشوفوا لي لايك هكذا الخوا الو نحو هنايا البليستر تاعنا فوالا هكذا ما طيحيش بالك طيحي ها فوالا الو نتوما راكم تشوفوا الاولانيين راكم تشوفوا خليكم نتوما تشوفوا الاولانيين انا من بعد نشوفها هكذا الخوا واش عندنا الو ما عندنا والو عندنا غلطه برك الو عندكم طابلات راهي هنايا شوفوها من بعد الو واش عندكم وراء الطابلات تاعكم عندكم هنايا لوفر كومبارتيمون سيم الخوا كي تشوفوا هذه واش معناتها معناتها انه هذه الطابلات تستقبل لي كارت سيم شرائح زوج ماشي غير وحده زوج يعني تقدروا ديروا مكالمات وثاني كي عندكم الانترنت اينما تكون في الخارج برا في المدرسه كيما تحب هكذا الخوا نقطه ايجابيه بزوج ملايين و600 الخوا السعر تاعها 120 دولار الوغ موراها عندكم هنايا كتابات وكلش دوكيومونطاسيون وثاني عندكم هنايا الشاحن شاحن الله اعلم صغيره صغير وخفيف الله اعلم 18 واط لا لا اوتبوت 10 واط برك 10 واط الخوا زوج ملايين و600 بركه عندكم هنايا الادابتاتور تيب سي تيب سي هذا ما كان يلا خلينا من الباطا خسروا في الوقت في الباطا هذا ما كان الوغ الطابله تاعنا راهي كبيره راهي كبيره 11 انش هكذا الخوا شوفوا هاب تجي هكذا اوكيتال هاي ليك اوكيتال او تي 11 راكم تشوفوا عندها ديجا بروتيكسيون هذه شابه ولا لا لا وتاليك ستيلو هذا من شتوا راكم تشوفوا هنا الفوق عندكم ستيلو تاعها هاي حاجه مليحه الخوا الوغ نسيو نحو هنايا البروتيكسيون راهي تنحى بكل سهوله فوالا عندكم هنايا سيليكون تاعها هكذا والغطاء تاعها حاجه مليحه وستيلو كيفاش يتنحى فوالا يتنحى هاوليك هذا هو ستيلو نورمالمون منا ومنا منا ولا منا تانيك ايه هذا ستيلو واقيلا ستيلو ستيلو ولا كيفاش وي ستيلو ستيلو هذا قلم هذا هكذا ومنا عندكم نيميريك على لا طابلات هكذا هذه حاجه مليحه الخوا ستيلو زائد الو هذيك لا طابلات تاعنا راكم تشوفوا ديزاين تاعها شباب كما قلت لكم السمك تاعها هنايا 8 ملم راهي دير 8 ملم خوا حاجه شابه وتانيك ديو سبيكرز فيها زوج لي سبيكرز يعني ستيريو ساوند يعني حاجه مليحه بهذا السعر الخوا هكذا الوراء تاعها من البلاستيك هذاك شغل شبه جلد بصح كلش من البلاستيك هكذا الخوا حاجه نورمال منا تدخلوا شرائح تاعكم ميكرو عندكم واحد عندكم غير واحد برك هذا ما كان بهذا السعر هذا هذا واش عندكم هكذا عندكم غير واحد وثانيك عندكم مدخل تايب سي هذا خلاص قلناه هذا ما كان منا عندكم بريز جاك تقدروا تدخلوا بريز جاك نكون معكم صريح الخوا في هذه الفيديو هذه الطابلات كما يقولوا عندكم ثلاثه نقاط اللي عجبوني ثلاثه نقاط اللي ما عجبونيش ماتش نول هكذا نبداو بالنقاط اللي عجبوني الحاجه الاولانيه السعر تاعها الخوا نعم 120 دولار الان 120 دولار واش يكون عندك طابلات هذه الخوا 120 دولار يعني تقريبا 2 ملايين و600 حاجه مليحه لانه هنايا تدعم شريحه تقدر دير حط زوج لي كارتيم تقدر تجوز مكالمات يكون عندك الانترنت خوا نقولوا صراحه بزوج ملايين و600 حاجه مليحه هكذا حاجه ثانيه نقطه ثانيه هي انه عندكم هنايا شاشه كبيره الحجم تاعها 11 انش والاضاءه تاعها الاضاءه تاعها مرتفعه وعندكم هنايا دقه تاع 2 كي حاجه مليحه برك لا ديفينيسيون تاعها اتش دي بلس فقط لو كان دارنا فول اتش دي بلس حاجه قوه ولكن هنايا بزوج ملايين و600 اتش دي بلس فقط هكذا نقطة ثالثة البطارية الخوا عندكم هنا بطارية كبيرة 8000 ملي أمبير حاجة مليحة لأنه هذه البطارية اقتصادية تشد لكم
نهار فاسيلمون، ولكن عندكم شاحن تاع 10 واط فقط، يعني وجد روحك لازم يكون عندك اكثر من زوج سوايع باش تشحنها. من ناحيه تاع سلبيات الخواطر، نبداو بالحاجه الاولانيه هي المعالج. معالج الخواطر درت لكم هنايا معالج اقتصادي بزاف، فينيسونك تي 606، سكور اون تو دو تاعو اقل من 200 الف نقطه، كافي الخواطر باش ديروا خدمات تاع اكسل باور بوينت على بيروتيك. هذه الطابله تاع الخدمه 8000 ملي امبير، بطاريه كبيره تقدروا تخدموا بها، شاشه يعني ممتعه كبيره تاع خدمه. للالعاب تقدروا تلعبوا الالعاب البسيطه ما كاش مشكل، ولكن الالعاب اللي تكونسومي بزاف لا 3 دي كيما بيبجي حيتكون عندكم شويه مشاكل من داك لي لاغ لي جرافيزم ما نهضروش. يمكن تطرحوا لي سؤال، اسكو تقدر تلعب خويا موع، اسكو تقدر تلعب بها بيبجي؟ نعم تقدر تلعب بيبجي، ولكن ما توقعوش يكون عندكم نيفو دو جرافيزم مليح، يعني حتكرهها اللعبه، تلعب شويه وتكرهها. الخاوة نزيد لكم هذا المقطع اوبليجي هكذا، خاطرش تفاجأت كي شفت سكور اون توتو تاع هذه لا طابلت اوكيتال او تي 11. نورمالمون لونيسوك المعالج اونيسوك تي 606 يمد لكم ان سكور اون توتو ما يفوتش 200000 نقطة. هنايا فتناها 270000 نقطة، وعلاش؟ لانه هنا عندكم الرام اكستنشن، عندكم هنايا حتى 16 جيجا تاع الرام، 128 جيجا تاع ستوكاج. هذا يجعل انه تعاونكم، هذه الرام اكستنشن تعاونكم شوية انه في الخدمات تبعكم تانيك في الالعاب، ولكن ماشي حاجه كبيره. النقطه الثانيه اللي حبيت نهضر عليها هي انه من ناحيه تاع ديزاين وتاع تانيك الملتي ميديا. هنايا عندكم شاشه، صح هضرنا على شاشه هكذا، عندها نقاط ايجابيات ولكن حواف خامه، الحواف تاعها راهم شويه كبار، وتانيك الماده يعني تاع طابلات من البلاستيك، يعني تحسوا باللي راكم صح في الاقتصادي تاع الاقتصادي هكذا، كلش من البلاستيك، عندكم فينيسيون بلاستيك، شبعونا بالبلاستيك هكذا. نكملوا الان مع الكاميرات راني باغي نحطهم في النقاط السلبيات، ولكن هنا عندكم كاميرا خلفيه دير خدمتها سوا سوا الخوا، هكذا 13 ميجا بكسل مع سامسونج، في النهار تقدر تصور لي كور تاعك وانت صوالح، بصح في الليل راهي كارثه. وفي الامام عندكم كابتور تاع سيلفي 5 ميجا بكسل، ما كان لها كاع نهضر عليه هكذا الخوا. كما فهمتوا هذه لا طابلات الخاوه بستيلو تاعها دوب ستيلو قلم هكذا، دير 2 ملايين و600 الخاوه، سعر اقتصادي طابلات هذه تاع الخدمه. الناس اللي يحبوا يخدموا يكون عندهم على بالكم باللي هنا عندكم بطاريه تاع 8000 ملي امبير، شاشه كبيره ممتعه تاع الخدمه. هذا ما كان اللي يحب يشري طابلات تاع الخدمه ب 2 ملايين و600 هاي ليك اوكيتال او تي 11 هكذا الخاوه. يلا اذا حبيتوا حاجه اخرى، كاينين بزاف لي طابلات اللي خرجناها عندها يومين ولا 3 ايام، وعندكم تانيك تاع تشوفوا في القناة حتشوفوا كلش تاع 3.5 ملايين تاع 4 ملايين هكذا الخبر. يلا واللي عنده اسئلة يجيني في الانستغرام هكذا. يلا نقولكم الى الفيديو قادمة، تهلاو في رقم والسلام.